مساء الخير. اعتصم أهالي كرة بنت جبيل بعد ما تفاقمت أزمة قطع المي بالمنطقة بالرغم من الوعود والمشاريع اللي أنجزت أخيراً بالمنطقة، وطالبوا الأهالي بوقف الهدر والمحسوبيات بعملية توزيع المياه بحيث عم تتوزع على الأهالي الميسورين وعم تنقطع على سائر أبناء المنطقة، ودعوا الأهالي لتوقيف التعديات على الشبكة وعدم استخدام الشفاطات لسحب المياه. وعم بيشتكي أهالي مناطق المتن جنوبي، فرن الشباك، عين الرمانة من انقطاع للمياه صار له أكثر من أسبوع، وعم بيناشدوا المسؤولين لتحويل المياه لأنه الحالة أصبحت لا تطاق. بلشت الصيفية بطقس مستقر مسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، الحرارة مرتفعة ورح ترتفع أكثر بدءا من الأربعاء المقبل. رطوبة عالية، الهواء متوسط السرعة، البحر معتدل ارتفاع الموج، حرارة 125 درجة، والليلة طقسنا بلبنان غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، ولبكرة مشمس إلى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 19، بلبقى 14، الأرز 9، وبالداخل عم بتكون 14. نبقى هلأ إذن بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل لبكرة ببعض المناطق اللبنانية. لقبيات 22، الكفر 28، برمينة 26، صيدا 30، صور 28، بنت جبال 28 درجة. مننتقل من بعدها إلى رشية 27، تعنايل 30، بعلبك 32، الهرمل 33. أما الرطوبة فعم تتراوح بين 55 و80%، حرارة سطح الماء 25 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، رياح جنوبية غربية. كيف رح يكون الطقس الليلة واليومين اللي جايين؟ لليلة 19 أدناها وأقصاها 31 درجة، نهار الثلاثة بتتراوح بين 19 و31 أيضا، والأربعة بين 20 و32. ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. عمان 30، دمشق 35 أو 36، القدس 27، ننتقل من بعدها إلى الجزائر 26، وتونس 40، وأخيرا خلينا نزور باريس 26 وروما 29. وهيدا كان كل شي. باي.